صباح الخير. كان لقاءنا اليوم مع دولة الرئيس لأجل موضوع إقرار ملف التفرغ. وفد من الأساتذة المتعاقدين زاروا الرئيس، وكانت هناك مطالبة بهذا الملف، لأنه نحن بنعرف على مدى سنين أكثر من تقريبا 8 سنوات إلى الآن لم يبت أي ملف، ونعرف معاناة الأستاذ الجامعي وخصوصا المتعاقد يلي ما عنده مقومات الحياة من ناحية المعاش، من ناحية الصحة، من ناحية المدارس، من ناحية الضمانة. فلذلك كان الموضوع موضوع أنه الإسراع في إقرار ملف التفرغ، ووعدنا دولة الرئيس خير إن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا. ويعطيكم العافية. فيك تاخذنا صورة هيك من هان؟